السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الزردين رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب مصارعة، أيوه WWE 22. طبعا لتنويه، آخر لعبة لعبتها مصارعة كانت 2012، يعني من 10 سنين. كانت اللعبة فعلا رهيبة، فيها إضافات رهيبة، أشياء جديدة، كانت سابقة عصرها حرفيا. ممكن تكسر الحلبة، كان ينزل دم، كان أشياء كثير جديدة يعني ما كناش متعودين عليها. فقطعت أنا، ما كنتش أحضر مصارعة، بطلت أحضر مصارعة، بطلت ألعب، ورجعت هي تقريبا بعد 10 سنين. اول لعبه بلعبها بعد 2012، فبدي اشوف ايش في اشياء جديده، ايش في اشياء تستحق ان نلعب اللعبه عشانها. وبس يعني تجربه بسيطه، ان شاء الله تعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتستمتعوا بالفيديو. اوكي يا شباب، طبعا مش راح نلعب اونلاين لانهم كلهم بكونوا فارقين بمحطوني. بنلعب سولو او اوفلاين. طيب نحط راندوم، اول واحد بيطلع لنا بعرفه بختاره. مش حدا بعرفه، جون سينا. يلا جون سينا، والله ما ينفعش لك. مين ضدنا؟ اي حدا. اوكي احسن واحد باللعبة. يلا اوكي، نسيت موسيقى جون سينا اصلا، بس بسمعها. اوكي اخوان، انا طافي الاغاني من القائمة عشان الصوت مزعج. شكلهم مطفيين اغاني الانترانس كمان. يلا ما علينا، سكيب. كيف الكبسات؟ كيف فلت؟ اح، هاي كانت حركة راندي اورتن، اتذكرها. اقوم. اوكي القوم ولا يا النوب. نايس بخترقه. نايس دبل. فانا هاي ما خلص منها الاختراق. اح، وقع وجهه بالبوكس حرفيا. طب انا بدي اخذ اشياء من تحت. كيف؟ دقيقة حج. الله ياخذك. اوكي بفلت بالمثلث كأنه ما لحقتوش. نايس. لا لا. اح ديم، هاي جديد الحركة، ما عمري شفتها انا. طبعا اخر جزء لعبته 2012 يمكن. اوكي، يا اما انا مش عارف العب يا اما نسينا حمار، او هذا ضد كثير قوي. ايوه ها بلشنا نصد. القوم خليني بس، اذا ما خليني اجيب اشياء من تحت. وهل صار عندي فينش كأنه؟ اخترقني. اخترقني. هذا جليتش ولا هو هيك المفروض يخترقني؟ حج يا زلمة، انت مصمم تعملها يعني؟ انا بدي اطول كرسي، بس في مجال. ايوه هي كرسي، بسرعة. تعال تعال يا معفن. احش بسوي قاعد؟ الله لا يعطيك العافية يا اخوان. وين تبعت التعليق؟ هذا الكرسي ما اقدرش احطه. هي اللعبة صايرة معقدة ولا الناس تعودوا على هذا الشكل؟ بعرفش. سلام، لعبة مصارعة كنت احطها. ايوه هاي وجه. تعال تعال يا وحش. اح شو عملت اللعبة؟ قلب باتيستا. مش باتيستا هذاك اللي بيعمل هاي الحركة؟ مصارعين زمان، والله كنت احب المصارعة. تعال لا بدي ادخله جوا، بدي اطلع برا. شارت فينيشر. اوكي شو فينيشر هو سينا؟ نسيت. اوكي ذكرتها. طيب برضه انا ما خلصتش. هات ايش بنقدر نطول؟ الطاولة. تكسير عالي، بدي اعمل فينيش عليها. بظبط صح؟ بتذكر كان يظبط.
الو، هاي شغلة الاختراق مش حلوة، مفروض اذيه لو بأي اشي. يعني افرد الطاولة. الله يعطي. ايوه الله يعطيك العافية. افردها افردها، اقول لك افردها افردها. اوكي نايس، الطاولة ما شاء الله ما شاء الله على الفيزياء. دقيقة، طول الطاولة ممكن؟ اوكي بدوش طولها. شغلة الاختراق مقرفة. احش سوي دور 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 دور. القوم القوم بلفية، تقول حامل ابن اخته. طلع. طيب ما علينا، ممكن الطاولة. ايوه القومش، بس خلينا اعرف افردها. ايوه ثواني بس، كيف افردها؟ ايوه الله يعطيك العافية. تعال يا حج. جنايت، كنا نولعها. دقيقة الله يعطيك العافية، دقيقة. يا اخوان متخلف، الأربع ساعات بحاول أفردها. ليش تكسر علي؟ تكسر علي ولك، ولك تكسر علي. الله لا يعطيك العافية. هنجيب واحدة ثانية. انقم. اطلع. خلنا نفردها ونرجع لك. طيب. بس بدنا حبيبي ايش بسوي هذا؟ يلا شايفين هاي الاختراق؟ هاي والله ما هي حلوة. المفروض خلاص الضربة تيجي فيه. اطلع اطلع، هاي في فينش. اطلع خلينا نخلص منك. كفي. ايش بسوي؟ اوكي غلط. دقيقة تعال الحقني حقني، في معي فينش. خلينا نفنشك على الطاولة. اوكي يب فينش. وين بعصب؟ لا لا ما كسرتش. نايس ديم يا الحركة. الله ياخذه بالقهر. لا 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 تقول لي زبطت. وين فلت المفروض؟ انا بظبط الطاولة، بظبط له اياها عشان هو يجي يفنشني. حلو. ايش سويت يعني؟ شايله ورجعه. يا حج. اوح نزلت له دم. يا زلمة انزل. الكلب قاعد بيستنى فيي. نزل دم. لا لا كيف افلت؟ اوكي سبحان الله قاعد باكل 6. اوكي نايس. كانت زمان التثبيت كثير طول، صعبة كانت والله انك تفلت من التثبيت يعني. لا لا ايش هذا؟ مربع دايرة اكس دايرة اكس بلف. الله اوكي نايس. طبعا جاب الدرج ولعت معي يا اخوان. تعال اطلع لي. ايوه بس خليني اظبط هاي. هاي معي فينيش المفروض. انت شوي شفت بقول لك فينيشر. ايوه هاي في فينيشر. تكفى حبيبي ابطأ. كسرت كنها، تبغى بتنكسر. تعال قوم. ليه راح تتفنش على هاي الطاولة؟ أو على طاولة ثانية يعني لحد ما فنشك. أوكي كيف هنا؟ تمام. يا رب يا رب. الله القومية أثبته؟ لا مش أثبته. دقيقة انزل. ضغط عليه من السلم من تحت لهون. مش عارف شو المغزى بس نجربها. لا 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 لا. ديم. والله خايف اخسر. خلاص خليني
فانشو شارج فينيشر. الله ايه ابلع بن. شو ستاند هاي يعني؟ بقدرش يفرد من ثلاث بيت لما تكون في ستاند. ليتس جو جي جي اول جيم. والله لحد الان يعني تجربة اول جيم طبعا تنحسبش يعني، بس مش شايف اضافات كثيرة، بس زي ما قلت لكم انه عشان اول جيم. بريك اوت ايش؟ روح اكمل عليه. اولي انا بحب هاي الشغلات. تعرف ايش بدي؟ مش عارف كيف تبدا تنجو، بس الله يعطيك العافية. وقفه ظل يستناني. نايس والله. بتعرف تعرف دقيقة دقيقة، ما دام استناني. انزل انزل كيف انزل؟ لا يا رب ما يقوم، يا رب ما يقوم. بطلع من فوق الحلبة انط عليه. ادخل طلع الحلبة، يا رب ما يقوم. فلا احلى نهاية. دقيقة حطه. لا مش لين حبيبي. الله هاي بيقوم. بدلع خلصت. الله ياخذكم. 3 ايام بطلع السلم على الحلبة. لعبة حلوة بس انا لحد الان مش شايف اضافات. ممكن لما العب اكثر اتعمق اكثر يكون فيها اضافات حلوة، تكون فيها اشياء ثانية، بس كالاكستريم رولز هاي مش شايف اي اشي جديد.